علينا. خويا اول حاجه غنقول الله ياخذ فيهم الحق هذوك البوليس ديال الجزائر، دوك تعدوا علينا ضربوا عباد الله بلا حق بلا شرع، ما درنا والو، تعدوا عليهم وضربوهم ما درنا لهم والو. وديما رجاء الشعب الجزائري استقبلنا احسن استقبال الصراحه، ظروف مقابله كانت مزيانه، وانما اون فوا سالا لو ماتش تبروفوكينا من عند لابوليس، يقولنا اش جايين نديرو في هذه الجزائر هذه وحنا جينا نسيبورتيو. سالا لو ماتش بداو كيضربوا فينا، طلعوا لنا بالزراوط وجاب الله جاب الله لي جون تمالكوا الاعصاب تاعهم، كانوا دي بليسور صراحه، مشينا للوبيتال. ولكن اول حاجه باللي دخلنا الشعب الجزائري استقبلنا احسن استقبال، كانت الظروف مزيانه، اللي وقع في ارضيه الملعب من بعد ما خسرنا، جاوا طلعوا البوليس ديال الجزائر وبداو كيضربوا في الناس وكيخلى الناس هرسات كاين اللي هذا، مي الحمد لله حتى واحد ما وقع حتى شي مشكل، كل شيء جا مزيان، دخلوا عندنا حتى التيران، وحتى المسؤولين ديالهم في الحقيقه راه الرئيس ديال الفريق راه ماشي رياضي، لان الرئيس ديال الفريق تفوه كلام قبيح على المملكه المغربيه، وهذا كيخص الناس المسؤولين ياخذوا التدابير الكامله. حنا البوليس في الاخر مي شافونا اننا غوتنا وهذا وهذا، في الاخر تعاملوا معنا معامله مزيانه، كانت شي فئه محسوبه على جمهور فريق الرجاء البيضاوي اللي فقدات شويه العصاب ديالها، مي الامن ديالهم تكرفس على جمهور الرجاء البيضاوي، لان المسؤولين هما اللي تكرفسوا على الرجاء بصيف الرئيس ديال الفريق وكل شيء. حيدوا لنا الريزو، حيدوا بغاو يحيدوا لنا التليفونات، مي قطعوا الريزو باش ما يكون حتى شي اتصال على والو. ومي هذا الشيء من بعد نهايه المقابله، مي قبل المقابله استقبلونا دخلونا، كانت الامور كلها جيده، الا ان في نهايه المقابله تكرفصوا علينا. خويا اول حاجه غنقول الله ياخذ فيهم الحق هذوك البوليس ديال الجزائر، دوك تعدوا علينا ضربوا عباد الله بلا حق بلا شرع، ما درنا والو، تعدوا عليهم وضربوهم ما درنا لهم والو. وديما رجاء الشعب الجزائري استقبلنا احسن استقبال الصراحه، ظروف مقابله كانت مزيانه، وانما اون فوا سالا لو ماتش تبروفوكينا من عند لابوليس، يقولنا اش جايين نديرو في هذه الجزائر هذه وحنا جينا نسيبورتيو. سالا لو ماتش بداو كيضربوا فينا، طلعوا لنا بالزراوط وجاب الله لي جون تمالكوا الاعصاب تاعهم، كانوا دي بليسور صراحه، مشينا للوبيتال. ولكن اول حاجه باللي دخلنا الشعب الجزائري استقبلنا احسن استقبال، كانت الظروف مزيانه، اللي وقع في ارضيه الملعب من بعد ما خسرنا، جاوا طلعوا البوليس ديال الجزائر وبداو كيضربوا في الناس وكيخلى الناس هرسات كاين اللي هذا، مي الحمد لله حتى واحد ما وقع حتى شي مشكل، كل شيء جا مزيان، دخلوا عندنا حتى التيران، وحتى المسؤولين ديالهم في الحقيقه راه الرئيس ديال الفريق راه ماشي رياضي، لان الرئيس ديال الفريق تفوه كلام قبيح على المملكه المغربيه، وهذا كيخص الناس المسؤولين ياخذوا التدابير الكامله. حنا البوليس في الاخر مي شافونا اننا غوتنا وهذا وهذا، في الاخر تعاملوا معنا معامله مزيانه، كانت شي فئه محسوبه على جمهور فريق الرجاء البيضاوي اللي فقدات شويه العصاب ديالها، مي الامن ديالهم تكرفس على جمهور الرجاء البيضاوي، لان المسؤولين هما اللي تكرفسوا على الرجاء بصيف الرئيس ديال الفريق وكل شيء. حيدوا لنا الريزو، بغاو يحيدوا لنا التليفونات، مي قطعوا الريزو باش ما يكون حتى شي اتصال على والو. ومي هذا الشيء من بعد نهايه المقابله، مي قبل المقابله استقبلونا دخلونا، كانت الامور كلها جيده، الا ان في نهايه المقابله